السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من كورس لاب فيو انترفيس فور اردوينو توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد الانالوج انبوت، هنتكلم عن البوتنشيومتر وال ام 35 اللي هو التمبريتشر سنسور. هاردوير اللي هنوصله عباره عن بورده الاردوينو او ميجا ايا كان. معنا بوتنشيومتر بيبقى ثلاث اطراف زي ما انتم شايفين هنا، بوصل طرف ب 5 فولت والطرف الاخير بالارضي، والطرف اللي في النص ده بيروح للانالوج ام. بيتوصل كالاتي، ادي البوتنشيومتر معايا، الطرف الاولاني بيتوصل ب 5 فولت بتاعه البورده، لازم اوصله من البورده حضرات، ومعانا الطرف الاخير ده بيتوصل بالارضي، الارضي بتاع البورده برضو، ويجي الطرف اللي في النص ده بيتوصل بالانالوج انبوت ب اي 0، لان معروف في الاردوينو اونو من اي 0 لاي 5 عباره عن انالوج انبوت. نفس النظام في ميجا من اي 0 لاي 15. نيجي للال ام 35، عباره عن ثلاث اطراف، نفس الفكره زي البوتنشيومتر برضو، تخليه واقف قدامك بالشكل ده. الشطفه دي عباره عن مستطيل كده بتخليها في وجهتك. الطرف الاولاني ده بيبقى السبلاي، بيبقى من 4 ل 30 فولت دي سي الموجب، وبيبقى الارضي طرف مين الاخير، واللي في النص ده الاوتبوت بتاع السنسور. السنسيتيفيتي بتاعته 10 مللي فولت لكل درجه سيليزيوس. هنا على البروتيس بوصله ازاي؟ باخد الطرف الاولاني ب 5 فولت اللي فوق، والطرف الاخير بالجراوند، واللي في النص هوصله بـ A1. هنا نفس النظام، الطرف الأولاني ده هوصله بـ 5 فولت بالأردوينو، لازم ألتزم بالتوصيل ده وإلا السنسور مش هيشتغل، والطرف الأخير ده هوصله بالجراوند بتاع الأردوينو، والطرف اللي في النص ده هوصله بـ A1. توصيل هاردوير سهل ومفيش مشكلة. ده البرنامج اللي إحنا عايزين نعمله، عايزين نقرأ من البوتنشيومتر وعايزين نقرأ من الـ LM35. طبعًا الواجهة الأولانية اللي هنا دي عبارة عن أنالوج إنبوت خاص بالبوتنشيومتر، طبعا الأنالوج فولت اللي جاي عبارة عن 0 ل 5. أنا هنا عامل سكيل تاني جديد خالص، إن هو لما يوصل لخمسة يديني إن هو وصل 100%. ده سكيل جديد خالص بيوضح لي البرسنتج أو الإنديكيتور لليوزر، بيقول لي إن هو نسبته كام. طبعا هنا في ويف فورم تشارت عشان ترسم الإشارة اللي جاية من مين بوتنشيومتر مع الزمن. نيجي للويندو اللي تحت دي، عبارة عن الانالوج انبوت الخاص بالال ام 35 اللي هو A1، عشان كده هنا 1، اما البوتنشيومتر كان A0 عشان كده هنا 0. قيمته برضو بتتراوح، الانالوج فولت اللي جاي عباره عن من 0 الماكسيمم 5. هو اي نعم مش بيوصل للماكسيمم 5، بس هو عباره عن انالوج انبوت. طبعا هنا اللاب فيو هيقرا قيمه فولت، وطبعا غير مقبول ان ال ام 35 بيقرا تمبريتشر سنسور اعرضها لليوزر كفولت، لازم احولها له لمين؟ تمبريتشر. الرينج بتاعها انا حاطه من 0 ل 100، انت ممكن تحطه من 0 ل 150، مفيش مشكله. الحضرات ده مش سكيل جديد خالص زي اللي فوق، لا ده انا حولت من الفولت لتمبريتشر بناء على معادله السنسور. قبل ما نشتغل عملي في حاجات لازم تفهمها ضروريه، وهي ان انا احول من سكيل لسكيل ازاي. زي ما احنا شفنا هنا ان انا حولت من 0 ل 5 فولت، من 0 ل 5 فولت حولتها لسكيل جديد اللي هو من 0 ل 100، يعني 5 فولت هنا بتكافئ 100. ده في مين؟ في البوتنشيومتر. اعملها ازاي؟ لو انا عندي سكيل من 0 ل 5، عايز احول سكيل جديد من 0 ل 100، عندي قيمه اسمها اكس موجوده على السكيل الاولاني وانا عارف قيمتها، عايز قيمه واي المناظره ليها على السكيل الجديد، يبقى اكس معروفه على السكيل الاول، عايز قيمه واي المناظره لقيمه اكس على السكيل الجديد اللي هو من 0 ل 100. اعمل ايه؟ خلي بالك القاعده اللي انا هقولها دي تتطبق على اثنين سكيلز يبداوا من 0. هضرب طرفين في وسطين، هقول اكس في 100 بتساوي واي في 5، يبقى المعادله الشكل ده. انا طبعا عارف قيمه اكس، منها اقدر اجيب قيمه واي بسهوله، يبقى واي بتساوي اكس في 100 على 5، او ممكن اقول ايه؟ اكس على 5 في 100. ليه انا حولت الشكل ده؟ عشان اقول لك قيمه اكس اللي انت عارفها على الماكسيمم بتاع السكيل اللي موجوده هي عليه، يبقى اكس على 5 اضربها في الماكسيمم بتاع السكيل الموجود عليه واي اللي انت عايز قيمتها. يبقى تاني هقول القيمه الحاليه او القيمه المعروفه على الماكسيمم سكيل بتاعها، على الماكسيمم سكيل بتاعها اضربها في ماكسيمم السكيل التاني اللي انت عايز واي عليه. ده خاص بالبوتنشيومتر، عايز احول من سكيل لسكيل. اما التمبريتشر سنسور لا، الموضوع مختلف شويه. تعال نشوف، اتفقنا ده تمبريتشر سنسور، التغذيه بتاعته احنا قلنا هنا من 4 ل 30، فاحنا هنوصله على البورده ب 5 فولت، هنوصل الارضي والاوتبوت هوصله على A1. بيقول السنسيتيفيتي بتاعتي 100 مللي فولت لكل درجه سيليزيوس. ايه الكلام ده؟ يعني كل تغير في درجه الحراره مقداره 1 درجه سيليزيوس بيديني تغير في الفولت من الفي اوتبوت هنا مقداره 10 مللي فولت، يبقى السنسيتيفيتي بتاعتي بتساوي 10 مللي فولت لكل درجه سيليزيوس. وحده السنسيتيفيتي هنا ايه؟ مللي فولت على سيليزيوس، يعني فولت على سيليزيوس. يعني ممكن اقول القانون ده ان الفولت بيساوي سنسيتيفيتي في التمبريتشر. فعلا السنسيتيفيتي من هنا بتساوي ايه؟ فولت على سيليزيوس.
اللي هي وحدتها. طب انت خارج السنسور فولت، لكن في الحقيقه لازم اعرض قدام اليوزر التمبريتشر، فانا اعمل ايه؟ اقول له التمبريتشر بتساوي الفولت على السنسيتيفيتي، يبقى التمبريتشر بتساوي الفولت على السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي بتاعتي 10 مللي فولت لكل سيليزياس، وحده الفولت هنا اللي جايه بالفولت، وحده السنسيتيفيتي مللي فولت لكل مين سيليزياس، فانا احول الملي دي لازم تبقى لوحدات متشابهه، احول الملي دي فولت لفولت، يبقى اضرب في 10 اس سالب 3 هنا عشان تبقى الوحده فولت، يبقى اقول 10 في 10 اس سالب 3 تتحول لفولت، 10 في 10 اس سالب 3 يديني في المقام 10 اس سالب 2، والوحده بقت فولت لكل سيليزيس، الوحده هنا فولت والوحده هنا فولت، الوحده دي طارت مع دي، بقي لي هنا في المقام على سيليزيس تطلع في البسط، و10 اس سالب 2 تطلع في البسط ب 100، يبقى القيمه تطلع الفولت بالفي في 100، والوحده ان هي درجه سيليزيس، يبقى التمبريتشر بتساوي الفولت وحدته بالفولت، الفولت اللي جاي من السنسور اللي هي من الفي اوتبوت هنا اضربها في 100 هديك درجة الحرارة بالسيليزيوس. تعال نعمل الكلام ده على اللاب فيو، هنفتح اللاب فيو عادي خالص، هيطلع لي اتنين ويندو، اتفقنا دي جرافيكال يوزر انترفيس اللي هي الفرونت بانل، نروح للبلوك دايجرام دي اللي انا هعمل عليها الكود، كبرها، واتفقنا ان احنا بنشتغل على مكتبة الاردوينو، هنثبتها. طبعا انا بجيب الانيت وبجيب الكلوز، فانا وقلنا الكلام ده قبل كده، بعمل ايه بعد كده؟ اروح للو ليفل، انا شغال انالوج انبوت. اول حاجه الانالوج انبوت ما تعملوش حضرتك انيشاليزيشن، يعني ما تعرفش الانالوج انبوت كانبوت، لا غلط، مش هيقرا. فالانالوج انبوت ما تعملوش انيشاليزيشن زي الديجيتال انبوت والديجيتال اوت، هو مباشره بتقرا منه بدون انيشاليزيشن. فانا باجي هنا اقول له ايه؟ انالوج ريد بن مباشره، عندي كام بن؟ هقرا من A0 متوصل عليها بوتنشيومتر، وهقرا من مين؟ من A واحد متوصل عليها تمبريتشر سنسور. خلاص كده المكتبه دي مهمتها انتهت، هنعمل زي ما احنا اتعلمنا، هنعلم على كلهم ونرتبهم كده، احنا خليناهم في نفس الصف، ما زلنا معلمين عليهم كنترول سبيس كنترول واير، هيوصل لي كل الاطراف المتشابهه. نيجي هنا زي ما اتعلمنا قبل كده برضو الفيزا ريسورس، هقول له كرييت كنترول، هنا البورد تايب كرييت كنترول، بود ريت كرييت كونستانت، لان القيمه دي مش هتتغير، وانا عندي كام؟ 11 5 200، فانا مش هغير. الكونكشن كرييت كونستانت لان هو سيريال مش هيتغير، يبقى انا طلعت الاربع حاجات الاساسيه، يبقى طلعت الفيزا ريسورس، البود ريت بتاعي طلعته كونستانت لان مش هيتغير، والكوميونيكيشن سيريال مش هتتغير، البورد طيب طبعا انا اللي هغيرها سواء اونو او ميجا، ممكن لو البورده بتاعتك مش بتتغير طلعها كونستانت مفيش مشكله. يبقى الجزء الكود ده اللي هيتكرر، يبقى انا زي ما اتعلمنا نجيب ايه؟ وايل لوب عشان الجزء ده هو اللي هيتكرر. ما انساش كونديشن اقول له كرييت كنترول عشان ما يدينيش ايرور. نيجي هنا بيقول لي ايه؟ انالوج انبوت بن رقمها كام؟ يبقى اقول له كرييت وكنترول عشان اليوزر هو اللي يدخلها من بره، تقول زيرو ولا واحد. نفس النظام هنا هنقول له كرييت وكنترول عشان اختار الانالوج مين بن بتاعتي. هاجي هنا ده بيقول لي الفولت اللي جاي انا عايز اقراه، يبقى اقول له ايه؟ كرييت انديكيتور عشان يعرض لي القيمه، تمام؟ وده خاص بمين؟ بالفولت، تمام. اقول له هنا كرييت انديكيتور، اقول له ده خاص بمين؟ بالال ام، سميه كده حضرات ال ام 35، والانالوج انبوت هنا ممكن اسميه ايه؟ انالوج ال ام 35. طيب تعال نشوف الفرونت بانل، ده كده هنا البن بتاعتي اللي هي انالوج انبوت، وده الاوتبوت اللي هيجي عليها، دي لو زيرو يبقى بوتنشيومتر، وده الاوتبوت بتاعها. هنا لو خلينا دي واحد يبقى ايه واحد، يبقى ده خاص بالال ام، وده الاوتبوت بتاعها. تعال كده هنا، هنا الخارج بتاعي من كام؟ من زيرو لخمسه، عايز احوله من زيرو ل 100، يعني لما يوصل ماكسيمم خمسه يطلع لي كام؟ 100، ولما يقعد يتغير من 0 ل 5 يتغير من 0 ل 100 وهكذا. نروح للسيلفر، احنا عايزين اوتبوت يبقى نيوميريك، وبعد كده نختار انديكيتور بتاعنا وليكن فيرتيكال، وليكن بالشكل ده، طبعا هغير الرينج هنا كام؟ 100، ممكن نكبره شويه ونقول له ده، ممكن اقول له كده برسنتج، هتلاقي هنا الرينج من 0 ل 100، لكن الرينج هنا من 0 ل 5. اعمل ايه؟ اتفقنا ان الاوتبوت اللي جاي من هنا، من هنا هيبقى قيمته من 0 ل 5، يبقى الماكسيمم بتاعه كام؟ 5، زي ما احنا قلنا ادي القيمه اللي جايه، الماكسيمم بتاعها 5، يبقى اقسمها عليه، يبقى اقول القيمه اللي جايه اقسمها على 5. السكيل الجديد من 0 ل 100، يبقى اضربها في الماكسيمم بتاعها 100، يبقى اقول القيمه اللي جايه على 5 في الماكسيمم السكيل الجديد، يبقى
هنجيب من النيوميريك، انا عايز اقسم على 5 الاول، يبقى اقول ايه ديفايد، اروح اقول له القيمه دي. طبعا الجزء الاولاني او التيرمينال الاولاني هو الاوتبوت بتاع دي، يعني القيمه اللي جايه، تمام. بعد كده هنا اقول له ايه كرييت كونستانت، يعني انا عايز اقسم القيمه على 5، يبقى القيمه اللي جايه دي تتقسم على 5. ما انساش بعد كده اعمل ايه، اضربها في كام، يبقى النيوميريك. بعد كده اقول له مالتبلاي، يبقى القيمه اللي جايه هنا اضربها في 100، كرييت كونستانت، واجي السكيل بتاعي اللي هو من 0 ل 100، واجي اعمل ايه، اوصل دي بدي، لخص بمين، البوتنشيومتر. انا كده خلصت الجزء الاولاني. طب الفولت اللي جاي خاص بمين، بالال ام 35، قيمته قلنا من 0 ل 5، عايز اطلعه التمبريتشر، يبقى انا اجيب ايه سيلفر نيوميريك، وبعد كده اجيب مين برضو، ممكن التانك ده او ممكن تغير الفيرتيكال ديت، تانك احسن عشان عليه السكيل، واقول ده عباره عن التمبريتشر والسكيل بتاعي اخره 100، ممكن تخليه 150 براحتك، هتغير من 0 لكام، ل 100. شو بلوك دايجرام، ادي خاص بالتمبريتشر، يبقى خاص بالسنسور التاني. الاوبوت اللي جاي من هنا من 0 ل 5، يبقى ده اللي جاي هنا الفولت، الفولت يبقى نروح لمين، لمعادله السنسور، اتفقنا ان ده الفولت اللي جاي، اضربه في 100 المعادله النهائيه يطلع لي درجه الحراره، يبقى انا اقول له ايه كده الفولت اللي جاي من هنا نيوميريك، اقول له في، يبقى الفولت اللي جاي من هنا اضربه في 100، كرييت كونستانت، يطلع لي مين كده درجه الحراره بكل بساطه. هنا اتفقنا طلعنا الفولت، وهنا طلعنا البرسنتج من 0 ل 100. ايه رايكم، وعايز اطلع الاشاره كمان، عايز اجيب جراف طلع الاشاره، يبقى هنا اجي كده اقول له ايه جراف، واختار تشارت، ما اختارش جراف، الجراف مش هيطلع الاشاره عندي لان في اختلاف بين التشارت والجراف، ان شاء الله هنعرفها في فيديو مستقل، لكن انا هجيب الويف فورم تشارت واحطه هنا. ده خاص بمين، خاص بالبوتنشيومتر، عشان كل ما اغيره يطلع لي الاشاره على الجراف، واخلي الماكسيمم بتاعي هنا وليكن 5 او 5.1، عشان الماكسيمم 5 اخليه 5.1، واظبطه كده واقول له شو بلوك دايجرام. طلع عندي هنا ده التيرمينال بتاعه، انا عايز ارسم الاشاره بدون تحويل من 0 ل 5، يبقى اخد ارسمها هنا، يبقى انا اجي هنا اوصلها بالاوت مباشره كده، الاشاره اللي جايه هرسمها والماكسيمم بتاعها 5 من هنا بالاوت مباشره يا حضرات. فرونت بانل كده، وهو ايه الاشاره جاهزه. ما انساش اظبط البورده بتاعتي، اشوف انا هختار ايه، انا شغال على ميجا طبعا، الكم بتاعي لما انا اوصل البورده بتاعتي هتعرف الكم، دلوقتي اوصل البورده مباشره هتلقى اوتوماتيك الفيزا ريسورس، ده هيختار مين، هشوف العرضون متصله على انهي كم، بناء عليها هيعمل ريفرش ويوصله، تمام. لو ما اشتغلش اقفل اللاب فيو وافتحه تاني، وبعد كده وصل الاردوينو بورد بتاعتك وهيشتغل اوتوماتيك على طول وتعمل رن هنا. هروح دلوقتي للفيديو العملي. معانا النهارده البروجكت الثالث وخاص بالانالوج ريد، وده عباره عن انالوج سنسور بقرا الاشاره اللي جايه منه، بعرضها على اللاب فيو عندي جرافيكال يوزر انترفيس. معانا الويندو اللي فوق دي عباره عن بوتنشيومتر، وهو انالوج سنسور، بيبقى عندي القيمه الانالوج بتاعته من 0 ل 5 فولت، ومعايا كمان بعرض هنا البرسنتج من 0 ل 100%، ومعايا هنا جراف بيعرض الاشاره هنا مع التايم. نروح للويندو اللي تحته، دي عباره عن ال ام 35 انالوج سنسور، وده برضو بيقرا قيمه انالوج من 0 ل 5 فولت، وبعرض كمان درجه الحراره اللي هي من 0 ل 100 المناظره للانالوج فولت بتاعي. هنعمل رن هنا كده، هنلاقي التي اكس والار اكس منورين دايما على الهاردوير. هروح للانالوج سنسور الاول هو بوتنشيومتر، هنقعد نغير القيمه بتاعته، هنلاحظ هنا هنلقى الانالوج فولت اللي جاي بيتغير، وكمان البرسنتج بتتغير بناء عليها، والانالوج سيجنال بتتغير معايا على الجراف زي ما احنا شايفين، من 0 ل 5 بتكافئ من 0 ل 100%، وادي السيجنال بتاعتي بتتغير بناء على تغييري في المين في الهاردوير. طبعا هي بتبقى ثلاث اطراف، اول طرف بيبقى 5 فولت، والطرف الاخير بيبقى ارضي، والطرف اللي في النص ده بيبقى رايح على الانالوج مين بن. نروح بعد كده للسنسور الثاني، خلي دي 0، نروح للسنسور الثاني اللي هو LM 35، ده عباره عن ثلاث اطراف برضو، الاول 5 فولت، الاخير ارضي، اللي في النص ده الاوت اللي بيروح على الانالوج بن. طبعا هنا هنلقى درجه الحراره ثابته عندنا تقريبا 23. طب انا عايز اغير درجه الحراره، احط ايدي عليه كده من فوق،
هنلقى درجة الحرارة بتزيد بالتدريج لغاية ما توصل لدرجة حرارة الجسم. هنلاحظ هنا 27 أهو، 28، 29، نشيل إيدي هتلاقي درجة الحرارة تنزل تاني، وهنلقى القيمة الأنوب طبعا مين بتتغير. إن شاء الله في الفيديو القادم هنعمل تعديل صغير على الكود، إن أنا درجة الحرارة اللي جاية من السنسور هنا أنا معرف له الماكسيمم والمينيمم، وبيبتدي يقارن درجة الحرارة، لو زادت على الماكسيمم بينور لي إنديكيتور أو ليد هنا، وبينور ليد كمان على الهاردوير، وبيكتب في الستاتس هنا خلي بالك إن هي هوت. لو درجة الحرارة قلت عن درجة الحرارة المينيمم اللي أنا ظبطه عليها هينور لي ليد بيضة هنا ويكتب لي هنا كولد. اما لو كانت درجة الحرارة بين المينيمم والماكسيمم هينور الجرين اللي هنا نورمال ويكتب نورمال، وينور ليد زرقاء على الهاردوير اللي هو متوصل مع الاردوينو. البروجكت ده هيتعمل الفيديو الجاي، تابعونا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان تشجعونا ننزل فيديوهات جديدة. شكرا جزيلا.